انا اخوتي كنت عايشه في قريبه مدينه جديده نواحي ديال مولاي عبد الله، عايشه انا والولد ديالي والزوج ديالي، وكنت حامله ولدت هاد البنيه. الزوج ديالي خدم في شركه ديال الطوبيس، غاديين عايشين مزيانين، واخا انا ولدت سيزاريان وما عرفتش شنو هو والعذاب، ودرت لولدي عمليه عاوتاني غير فهاد الشهر. غاده صابره وغاده جاره في الحياه بما يرضي الله، ما كنديرش شي حاجه كتغضب سيدنا، ما كتغضب مني الله، ما عمرني ما درتها. اخويا وداك السيد اللي كنت انا مضحيه معاه على قبل ولادي وما عرفتش شنو هو، معاونا انا وياه ليه، نهار الاخر لقيته كيخونني ومعامل مع برهوشه كيشقرا غير في المدرسه. انا ملي كنت فكر هذاك الشيء كامل كنولي كنتراعد. اكتشفت هذه الخيانه اخويا غير كيجلس حدايا كيبقى يتكونيكطا بزاف، كنبقى نسولو كنقول ليه مع من كتهضر، كيقول لي غير الخدمه وكنراجع هذاك الشيء ديال الخدمه وهادي وهادي وهادي، مع هو كونترول في الطوبيس كيقول لي كنراجع هذاك الشيء ديال الخدمه. وما عمرك يعني عرفتي بلي راه كيخون؟ لا حتى لواحد النهار جالسين كنتعشاو حتى لواحد النهار جالسين كنتعشاو هو صوني لي التليفون هو يضرق عليا التصويره طالعه في الواتساب، ضرق عليا انا تما شكيت بلا كاينه شي حاجه، قلت ليه جاوب ما بغاش يجاوب. شويه او ثاني وانا ننسى داك الموضوع، قال لي راه الدري صاحبي كيصوني عليا وانا ننسى داك الموضوع بحال اللي ما كاين والو. مشى داك النهار الغد ليه غادي يمشي للخدمه مع 6 الصباح، قال لي انت فايقيني مع 6 الصباح اليوم ما فقتش بكري وهادي وهادي، قلت لي صافي. قلت انت عرفتي اش غدير، حط التليفون بيني وبينك باش نسمعو، معمر في الساعه حط التليفون بيني وبينه وانا نتفكر ديك الليله اللي قبل منها، فصونا لي التليفون وضرقوا عليا. مشيت لذاك الوقت اللي صونا لي فيه التليفون قلبتي، مشيت لذاك الوقت، مشيت لذاك الوقت لقيت الابيلات اللي بيني وبينها بزاف. ملي دخلت المكالمات اللي كيهضروا داك الشيء لدرجه كيهضروا عليا حتى انا بالله، راه عندي معاها مشكل وهدي وهدي، وباش يدير بلاصتو معاها هو كيهضر عليا انا، كيصيفط لها تصويرتي وتصويرت بنتي وتصويرت ولدي والطابله اللي كنتعشاو عليها مصوره ومصيفطه لها. وكيقول لها انت هي كلشي، انا بيت الزوجيه. كيقول لها انت هي كلشي، وانا من نهار شفتك وعمرني ما نسيتك وهادي وهادي، وبزاف ديال الحوايج انا مرضوني. انا دابا حاليا انا خاصني طبيب نفساني، انا هربت من بلادي وخليت داري مفرشه بحوايجها. جلست اخويا ملي دخلت لذاك الشيء كنتصنت ليه كنتصنت ليه وكنتراعد وكن شويه ما احماقيت اصلا، انا دابا ما عنديش العقل اصلا، وداك الشيء اللي تصنت ليه وداك الشيء اللي سمعت دمرني، ماشي دمرني قسما بالله اخوي، الا من داك النهار ليومين هذا لا كليت كناكل ربع ديال الخبز من خمس ايام، خمس ايام ولا ست ايام، ست ايام بزز غير باش نوقف وباش نلقى راسي باش نهز بنتي وباش نهز ولدي. الاداب شفتو لدرجة مشيت للسبيطار جوج مرات، طحت فيها غيبت فيها ضربت راسي مع الحيط صافي هبلت نكذب عليك، مابقيتش كنفكر مزيان. ملي جيت ندوي معاك يقول لي هذيك هضره خاويه وراه ما كاين والو وراه ما كاين هذيك، قلت له وارجع عاود الناس جلست في دارك، ما تبقى دابا انت خارج راه باينه ماشي عندها، مادام انت ما قالش معانا راه باينه ماشي عند، رجع عاود الناس جلس في دارك وخليني نربي وليداتي، ما بغيتهمش يتشردهم بغيتهمش يضيعوا ولادي، راه بقات قدامهم دابا الخيريه ما بقى قدامهم والو، ما بغاش اخويا عيت ما نطلب فيه عيت ما نترجى فيه والو، ما بغاش يدير الله. شفت تعيت قلت الا بقيت في هذه البلاد غنولي انا ماشي لديك السيده قاتله ولا دايره فيها شي مشكل او لا قاتله هو. شكون هي؟ شحال في عمرها؟ تقريبا تكون شي 20 عام. اما انا عندي 31 وهو عنده 31، بحال بحال حنا قد قد صافي اخويا. زدتي حوايجك صافي. عيد اخويا ما نترجى فيه عيد ما نطلب فيه باش نجمع هاد الوليدات، انت كتشوف قسما بالله ما كياكلوا مزيان ولا عايشين مزيان ولاد. تقريبا 5 سنين 2017. عمرك كنتي كتنتظري انه يغدر؟ لا بالمره صبرت معاه بزاف ديال الحوايج لدرجه انا ما كنتكساش، انا الناس كيعطوني الحوايج لدرجه انا كنمشي كنخدم على بنادم في الدور باش كنعاونو، لدرجه اللي جات قدامي كنديرها باش كنعاونو، غاده معاونه معاه بزاف ديال الحوايج على الوقت. زيت اخويا صافي تعيت صافي تما، وليت كنقول هنا غنبقى يا غنقتل يا غنقتل راسي، لدرجه جبت المقاطع بغيت نشربو للدار وكنشوف ولادي حدايا اشنو غندير ليهم، ما لقيتش ما ندير لي ولادي تما غيدمروا معايا قسما بالله. الا ولدي درت لي عمليه نهار 13 في الشهر على الفدق
والله اخويا اللي حيد لي الخيط جيت لهنا، يعني ديك 8 ايام ديال الخيط باش نمشي نحيد لوالدي الخيط، في 8 ايام ما حيدناش ليه الخيط. قررتي تهربي جيتي لهنا كيفاش لقيتي راسك؟ صافي هزيت حوايجي بالليل، هزيت حوايجي بالليل جيت للمحطه ركبت جيت لاكادير، جيت لاكادير ناشات لي واحد السيده هاد البلاصه سميتها القليعه ولا ما عرفت فين نسكن. ملي جيت اخويا هنايا في جيبي بقات 500 درهم اللي بقات عندي، خلصت بيت ب 9000 ريال وبقات عندي 50 درهم، بنتي كناخذ لها حليب ب 1500 كيدي يومين، ومعها جوج قرايات المسي ديالي كيدي لها يومين قسما بالله داك نورسي. ولكن اخويا ما بقاش عندي باش نشري، دابا انا شويش كندير لها من هذا وليش كندير هذا، كناخذ لها غير هذا أولي. ما بقاش عندي، وهذاك الحليب كياخذوا لي دابا غير الناس، كنوقف على شي حد كياخذ لي نصيطه، يعني ما عنديش. انا وليت متشرده هنا وعيطت ليه وقلت لي شوف اولاد الناس انا راه متشرده في هذه البلاد وربي اللي مطالب بيا انا ولادك، انا براسي خاصني طبيب، انا خاصني طبيب نساني اللي يوقف معايا ترجع حالتي مزيان، انا ماشي مزيان، انا ما كناكلش مزيان ما كناش مزيان، كنبات نبكي البارح رقد عليا جنبي كامل. هي واحد البنت عائشه معايا راهي لي البارح وقفات معايا كل ما هي كنت تسطيت، قسما بالله خويا اللي رقد عليا جنبي كامل وشدتني نخصه في قلبي، يمكن هي القلب دابا ولا عندي ولا شي يعني ما هي فاش خويا عيطت لي وقلت لي شوف هاد الناس، قلت لها انت راه شحال صرت في هاد البلاد، رحتي واحد مبغى يشد لي ولادك، الخدمه كاينه تامه راه كاينه ماشي ما كايناش، ولكن ولادي شكون اللي غيشد ليا شكون اللي غيتهلا فيهم؟ وطحت في حي ديال الاجرام، الا خرجتي مع المغرب الا خرجتي مع المغرب قال لي خطفوك انت ولادك، ما بقيت عارفه ما ندير، ما صافي توترت تلفت، انا بغيت نرجع تما فين نرجع، اش غنرجع تما نولي قاتله شي حد ولا انا ميته تما؟ انا بغيت اللي يعاوني غير على ولادي، غير يوقفوا ولادي على رجليهم، انا محتاجه طبيب نفساني، يعني الا كان شي طبيب اللي غادي يعاوني باش نرجع حالتي مزيان، انا محتاجه شي طبيب يوقف معايا ويعاوني غير باش نرجع في حالتي مزيان. من كاع الناس والجاليه المغربيه كنطلب من كاع الناس اللي قدروا يعاونوني غير انا في السكنه لولادي، انا ما طالبه حتى شي حاجه، طالبه غير ولادي فين يسكنوا. انا البارح فاش هضرت معاه قلت لي شوف راه الوليدات راه غادي يعاونوا الدريه راه كيضر في هذا الحليب ديال الحانوت وراه غتموتها بالجوع، قال لي وانا مالي انا ماشي سوقي ديري فيهم اللي بغيتي، قلت لي واش حتى والديك تخلاو عليك؟ قال لي واك يمكن ما عرفتش، قال لي بحال والو تقدر حقك كيضر معايا ببروده قسما بالله اخويا ما نكذب عليك، قلت لي شوف راه وقعت الخيريه قدامي هي اللي كاينه غتشد الدراري اللي والديهم كيتخلاو عليهم بمره، ماشي غير غادي نقابلوها لك غيقابلوهم لك تترجع لهم الوقت اللي بغيتي، صافي حطيتي ولادك غيشوفوا لي مع عائله بديله وغادي يعطوها لهم ما غيعقلوش عليك. قلت لي بحق، قال لي دبري راسك ديري اللي بغيتي، انا ماشي سوق، قطع لي التليفون قال لي حيدي انا غنقطعها، وقطع التليفون ما عقلش عليا. وانا خويا ها انا هنا ها انا انا دابا هذاك البيت اللي انا كاريه تما لايحه فيه واحد المانطا وواحد ليزار، صافي ما خاصنيش اصلا تنبقى نمشي تما، انا تيوليو خاطفين ليا ولدي ولا بنتي مدينا ليا ما نبقى عارفه فين مدينهم ليا، انا ما باغاش تخلى على ولادي، انا ما باغاش نخلي ولادي في خيريه، انا باغا نكبر ولادي، ولكن باغا انا اول حاجه نكون مزيان، انا راه ماشي مزيان، انا راه ما كناكل ما كنشرب على داك الشيء اللي وقع ليا، ماشي على الاس مزيان حتى حاجه ما مزيانه في حياتي، انا براسي خاصني اللي يوقف معايا ويداويني، انا براسي انا بدات 07 18 64 00 50 07 18 64 00 50. شنو الاحتياجات ديالك اليوم؟ انا الاحتياجات ديالي خويا انا دابا في هاد البلاد انا متشرده ما عارفاش اش غيوقع لي في هاد البلاد، انا ولادي لا ما ياكلوا لا سكنه مزيانه لا ما يتفرشوا مزيان لا ما ياكلوا لا ما يلبسوا لا سكنه مزيان، انا جبت معايا مانطا كملوا بسبب الخيانه. كلشي هادشي بسبب خيانه، كل ما دارش ليا كوك ما كنتش غنتفرتك وما كنتش غنخرج من داري وما كنتش غنوصل بزاف ديال الحوايج، وذنوبي انا وذنوب الدراري كنتمنى يهزم هو مدى الحياه. انا دابا بغيتكم تكونوا شاهدين على هاد الحاله اللي انا فيها، ولادي بغيتهم ما يضيعوش، انا ما بغيتش ولادي يضيعوا، انا ما بغيتش ولادي نسمح بهم مره في خير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.